افتكر لي اهمهم. كتير اكيد عارفهم كلهم. كتير قوي. الباندا كونجو والكومبو. طبعا طبعا احنا في افهات على مدار السنوات السنين الناس حفظتها. يعني بدات بابو تريكا الله عليك يا حبيب وليد. ايوه الله دي وليد فيه الافهات. وهو انا جبت برضو ده منين؟ برضو ده كل وليد اللحظه. هو ابو تريكا شاب خلوق فمؤكد ان هو بر بابوه وامه طبعا. فقلت الله عليك يا حبيب والديك جايه من شخصيته. ايوه ايوه واخده بال حضرتك. حط 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 هوبا الله 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 عليك الله عليك يا حبيب والديك الله عليك يا حبيب والديك الله عليك يا حبيب والديك يا ابو تريكا يا ابو تريكا يا تريكا يا ابو يا ابو تريكا الله 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 فك الاشتباك فك شعلنا شعلن ولا حوالنا يا عيني عليك يا عيني عليك يا جميل يا عيني عليك يا جميل المحيا حلوه 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 ابو تريكا يثبت قسط النجيري في الارض يزرع نخله ويقف ويحطها فوق منه في المقص كتير بقى. يعني لو عديتي هتلاقي طب جور السعيد تسعد وهات لي شقه جنبك يا سعيد دي برضه ما هو عبد الله السعيد ما شاء الله لعيب عظيم طبعا يعني فجاه الجون في الوقت اللي انا مخنوق فيه غانم قطعانه عشان نكون صرحاء. احنا كسبانين واحد بس واخدين علقه كوره. يعني انا احيانا من كتر لما بيبقى مضغوط الفرقه بتاعتي اللي هي مصر يعني احيانا بطلع والله العظيم اخش المكتب بتاعي اغير هدومي بحس ان انا عرقت من الضغط اللي عليا من الضغط مش اللي عليا اللي على بلد يعني على منتخبنا بالظبط لان عايزين الدنيا ابقى على الوطن. فطبعا احنا جايبين جون ومتقطعين فما صدقت الجون الثاني يخش فبقى عبد الله سعيد الله الله عليك يا عبد الله ومن جوهر السعيد يا شوف جت كده جت عليها افيهات بقى بفضل الله من الدنيا كلها. وعندك ايه عماد متعب ايه الحطه والبطه الحطه والقطه والبطه والنط اي كلام حد هو جت لعماد من ناحيه الشمال فهو مش عارف اعملها بدي وبعدين اعملها بدي وبعدين اعملها بدي فكل الحركات دي هقول عليها ايه فقلت الحطه والقطه والبطه والنط جت كده جت كده يعني كلها وليده اللحظه. اصمت بقى اصمت بقى اصمت بقى والهدف والهدف يا باشا يا باشا يا باشا والهدف الله 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 اكبر الله اكبر الله اكبر حلوه 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 للصبح الله عليك يا ابني الله عليك يا هداف الله عليك يا قناص الله عليك يا متعب حلوه 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 وفي توقيت روعه الروعه اللمه والحطه واللفه والنطه والقطه والبطه. بس هو ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليا في اللحظه دي انه يطلع جمله تلبس مع الناس وتلتقي مع اللي حاسينه هم يعني بالزبط. انت بتقول بالظبط اللي هم لو يملكوا الملكه دي قلوب بالظبط بالظبط تطلع والحمد لله ربنا بيكرمنا ان هي بتبقى الى حد ما خفيفه لطيفة. الظل لطيفه وبعدين بتنزل طبعا بيعملوها بقى لو حضرتك فتحت اليوتيوب هتلاقي لا 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 لا, لا.